الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم، ونبدأ الخامسة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تلبية لدعوة الرئيس الصيني. واختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22. تفاصيل الخامسة، أهلا بكم. يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 والتي ستنطلق غدا في بكين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جي بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع رئيس الصيني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22 الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. واشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام. كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وتنفيذ أعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية، والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة. كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلا جويا فوق سطح أهرامات الجيزة، أبرزت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس ناقشت العناصر المنفذة سبل التعاون في التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح. يأتي التدريب آمون 22 تعزيزا لأواصر التعاون العسكري بين القوات الجوية المصرية والفرنسية.
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا وزاريا لمتابعة موقف تنفيذي لقرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية. وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يستهدف دفع العمل بمشروعات الطرق تمهيدا لدخول حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن. من جانبها نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 3,100,000,000 جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري من إجمالي 8,600,000,000 جنيه، كما تم إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2,700,000,000 جنيه لصرفها للتعويضات، وأنه جاري التنسيق حاليا بشأن الاعتمادات المتبقية المطلوبة طبقا للمخطط. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، وقال رئيس الوزراء إن الهدف من الاجتماع هو التوافق على خارطة طريق للخطوات التنفيذية لاستراتيجية صناعة السيارات، وشدد مدبولي على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن هذه الخطوات نظرا لأهمية هذا الملف، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات وتطوير الصناعات المغذية لها. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي. وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان بهدف العمل على صياغة مشروع قانون يتم طرحه أولا على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل إقراره من البرلمان. وتم التوافق على سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن بداية من الأسبوع المقبل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله عن قرار حكومي بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا. من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وأن المنشور المتداول مزيف. وشددت الوزارتان على أن إجازة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية ستبدأ في موعدها المحدد يوم السبت الموافق 5 فبراير الحالي، وحتى الخميس الموافق 17 من الشهر نفسه. وأوضحت الوزارتان أن أي قرارات أو إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لتسليم المفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مساعدات عينية وعقود مشروعات صغيرة، وذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة للتأهيل ما يساعدهم على الاندماج في المجتمع. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة، هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. هنا بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون مساعدات عينية من أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومشروعات صغيرة قدمتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في إطار المنظومة العقابية الحديثة التي تهتم بالنزلاء عقب الإفراج عنهم وتلبي متطلبات واحتياجات أسر النزلاء. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الحقيقة شيء يفرح بالإضافة للمشروعات الصغيرة اللي قدمت للأسر النزلاء السابقين،
اللي بتفتح لهم طاقة أمل وطاقة عمل جديدة. شفنا النهاردة حاجة مشرفة وباين يعني في كل المجالات والاهتمام بالنزلة وتنميتهم وثقافتهم وتقديم اليد لعليهم لإعادة تأهيلهم والانخراط في المجتمع مرة أخرى حاجة مشرفة بجد يعني. فرصة تم إتاحتها للمفرج عنهم بمساعدتهم لإنشاء مشروعات صغيرة ليتمكنوا من التكسب من ورائها لمواجهة أعباء الحياة اليومية. وحاول ان انا اقف على رجلي تاني وارجع ابدا مستقبل لنفسي وحياتي مستقبل جديد. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقفته معنا وان هو بيساعدنا وان هو بيخلينا حاجه في المستقبل او حاجه في البلد. كده هستلم النهارده عربيه عامل عليها اكل وعيش منها وابدا حياه جديده. بالانسانيه والامل وبالاراده والعمل والحب بيننا. وقد حرص قطاع الحماية المجتمعية على تنظيم احتفالية لتسليم هذه المساعدات التي تتسم بالدورية والاستمرارية، وهو ما أشاد به المفرج عنهم وأسر النزلاء. الناس كلها واقفة جنبهم بيقولوا لي أنت عايزة إيه؟ ووعدوني طبعاً إن عايزة مشروع، قالوا لي هنعمله لك. كنت كاتبة قبل كده على مكنة خياطة جابوها لي، ودلوقتي كنت كاتبة على جهاز جابوه لي. كل شهر خد بالك يدينا مساعدات وعلى دخول المدارس، وخد بالك لبس الاولاد وشنطه كتب واي حاجه محتاجينها بنلجا ليهم وهم بيتاخروش عننا. الاحتفاليه شهدت فقرات موسيقيه وغنائيه قدمها نزلاء مركز الاصلاح والتاهيل وادي النطرون، تعكس نجاح البرامج المتخصصه لاثقال مهاراتهم الفنيه والتي يشرف عليها مختصون في هذا المجال. كنت بمارس مهنة الإنشاد الديني وجيت هنا نمى معايا المهنة. بطلع كل يوم بعمل بروفات وفي دكتور بيجينا نستفاد برضو منه حاجة. وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة فرص عمل للمفرج عنهم في المشروعات الزراعية والداجنة والحيوانية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم الحياتية ومواصلة الحياة بصورة كريمة، ما يساعدهم على الاندماج السريع في المجتمع. المنظومة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية تعتمد على برامج إصلاحية متطورة أعدها خبراء ومختصون لإعداد وتأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع. كذا تمتد الرعاية إلى المفرج عنهم وأسر النزلاء بتوفير احتياجاتهم ومساندتهم لإقامة المشروعات، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخرا. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 إقامة الفعاليات المختلفة وسط إقبال متزايد من الزائرين، حيث تخطى عدد الزائرين بعد 8 أيام من افتتاح المعرض 500,000 زائر، وذلك مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية. بعد 8 أيام من عمر النسخة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تواصل فعاليات المعرض المقترنة بإجراءات استثنائية واحترازية، ظهر الإقبال المتزايد من جمهور المعرض مع ابتداء أجازة نصف العام، وهو الإقبال الذي أكد نجاح المعرض بعد تخطي عدد الزائرين لأكثر من 500,000 زائر. الإقبال تنوع بين مختلف الأعمار من الزائرين وسط إشادات من الحضور. بالنسبة للمعرض السنة دي يعني إحنا شايفين تنظيم يعني على مستوى عالي جدا الصراحة. بالنسبة للإقبال بالنسبة لنا لا، هو الإقبال عالي جدا بالنسبة للمعرض. مبسوط جدا إن معرض الكتاب اتنقل للمكان الجديد بتاعه ده. هو بيتميز بأماكن كتيرة، أول حاجة سهولة لو معاك عربية بتركن كويس، ومكان مريح ومتسع يعني، والشوارع واسعة وكده، الأماكن وبعد القاعات عن بعض واتساع أماكنها. أنا شايف إن التكدس يمكن أقل من اللي كان موجود في معرض المؤتمرات ومركز المؤتمرات القديم اللي كان موجود. المعرض جميل جدا وفي كل الإمكانيات ومتنوع، ما كل التنوع وكل المستويات. شباب الكتاب أثنوا من جانبهم على ما يقدمه المعرض من فرص واعدة للكتابات الشابة، كون المعرض يعد أكبر المنابر الثقافية في الشرق الأوسط. وكالعادة معرض الكتاب طبعا بيضم عندنا كمية يعني كل دور النشر مستوى الوطن العربي، وبيتيح الفرصة لأغلب الشباب يعني النشأ الجديد بجانب الكتاب الكبار إنهم ينزلوا بإصداراتهم الجديدة في معرض الكتاب، نظرا للكثافة طبعا للإقبال الشديد عليه، ونظرا إن دور النشر بترحب بالكتاب النشأ يعني كدعم ليهم يعني.
تنوع الإصدارات لمختلف الأذواق أهم السمات التي وضحت خلال النسخة 53 من عمر المعرض. فها هو جناح الأزهر الشريف يقدم أنشطة متنوعة تلبي احتياجات القراء ورواد الأنشطة الثقافية الأخرى والفنية المختلفة. بعد انتصاف عمري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 بإقبال تجاوز النصف مليون زائر، أثبت معرض القاهرة الدولي للكتاب أن النجاح المصري في المناحي الثقافية ممتد ولا يتوقف. من معرض القاهرة الدولي للكتاب مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. كلف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات للمرور الميداني لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الترع والمصارف خلال النصف الأول من الشهر الحالي في 37 مركزا إداريا تم ترشيحهم في 20 محافظة لتنفيذ المبادرة. وأكد شعراوي نجاح النموذج التجريبي الذي تم تطبيقه في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي اعتمد على عمل منظومة متكاملة في إدارة مخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف. يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات في التوسع في تعميم تجربة التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف. كما التقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وفدا إماراتيا من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي. وخلال الاجتماع تم استكمال المباحثات المتعلقة بمشروع محو الأمية وتنمية قدرات المرأة بالمحافظات، خاصة في إطار برنامج تطوير الريف المصري. من جانبه أكد جمال بن حويرب استعداد المؤسسة لتقديم كل الدعم الكامل في هذا المشروع المهم لمحو أمية سكان القرى والريف فيما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدا أن الرئيس السيسي يسير بمصر الجديدة بخطى سريعة في كافة المجالات، وأن العالم يتابع مبادرات حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في القرى والريف. أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة المحافظات منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022. أشار الملا إلى أن ذلك أسهم في توفير بقدر حوالي 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا. جاء ذلك خلال رئاسة الملا للاجتماع الدوري لاستعراض أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة والعمل على تذليل العقبات أمام التنفيذ. أشار الملا أيضا إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1,200,000 وحدة سكنية خلال العام الحالي 2021-2022. قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه لولا الاستقرار السياسي والأمني في مصر ما نجح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وأضاف معيط خلال لقائه محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية في وجود بنية تحتية قوية محفزة للقطاع الخاص، وأكد استعداد مصر لنقل خبراتها في مجالات الإصلاح الاقتصادي إلى العراق. من جانبه أشاد محافظ البنك المركزي العراقي بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي العراقي آلية تفعيل التعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، حيث أكد عبد الوهاب خلال اللقاء أن تفعيل آليات التعاون مع العراق يعمل على تنفيذ عدد من المشروعات هناك، خاصة في مجال البنى التحتية والكهرباء والتطوير العقاري، إضافة إلى إقامة المجتمعات الاستثمارية. كما أكد عبد الوهاب حرص هيئة الاستثمار على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين العراقيين.
تواصل مديريات التموين متابعة عملية صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقة الدعم والتأكد من مطابقته للمواصفات المحددة. وأكد مدير مديريات التموين أن الخبز المدعم لا يزال يصرف للمواطنين على المنظومة دون تغيير. 30,000 عامل يعملون يوميا على هذا الحالة ياسر، واحد من هؤلاء الذين وجدوا في جودة الدقيقة طريقا لإنتاج خبزة مطابق للمواصفات. دي بيجي نظيف جدا وموازينه تبقى كويسة وعيش طالع مظبوط وعيش طالع 100 100، حتى الزبون ما بيشتكيش عندنا من العيش هنا خالص، بيجي لنا على طول. فال30,000 مخبز ينتجون يوميا ما يزيد عن 250 مليون رغيف خبز مدعم، طورت لهم التموين ما يزيد عن 150 مطحنة إضافة إلى إدخال الغاز. الخبز المنتج من مخبز بيعمل بالغاز الطبيعي، الرغيف بيبقى زي ما احنا شايفين بيبقى إنتاجه أنضف وريحته أحلى، وما بيبقاش حتى فيه عادم في المخبز لصحة المواطن وريحة العيش صحة العمال اللي شغالين في المخبز. وبحسبة بسيطة فإن الدولة تدعم منظومة الخبز بحوالي 50 مليار جنيه سنويا لتلبية احتياجات المواطن من الخبز المدعم على بطاقة الدعم. أنا بطمن المواطن من هنا إن مفيش تغيير في المنظومة إطلاقا، المواطن ممكن يجي في أي وقت وأي مخبز ياخد اللي عاوزه من العيش، مفيش تغيير في المنظومة. كل ذلك يأتي وسط رقابة تموينية كبيرة تقوم بها مديريات التموين يوميا للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقية. عندنا على مستوى محافظة الجيزة ما يقرب من 23 حملة بصفة يومية مستمرة تجوب أنحاء ومراكز وأحياء محافظة الجيزة كلها، والعمل مستمر على مدار اليوم. أي حد توجد عنده مشكلة في صرف الخبز أو أي سلعة يتواصل معنا على الفور يتم حلها، ونحن متواجدين في الشارع بصفة مستمرة. المواطن وكالعادة وجد في توفير الخبز طريقا للحمدة، فالوفرة التي يتميز بها والجودة التي توجد به أيضا سهلت له الأمر. العيش زي الفل، الله يبارك للناس، الله يبارك لهم على عيشهم زي الفل. جميل الحمد لله، نعمة من عند ربنا. أي وقت ما جاي باخد العيش بتاعي كويس والله، ما حدش اشتكى من العيش. لا وإحنا بناخده منه وعيش نظيف جدا. وبحالة الرضا تلك عند المواطن يختتم الحديث عن أي إشاعة تحاول الجماعة الإرهابية الترويج لها. وبعيدا عن عراب الأزمات تبقى منظومة التموين كما هي بحسب المسؤولين بالتموين، وما على المواطن إلا التوجه إلى أحد المخابز التي يصل عددها إلى 30,000 مخبز للحصول على دعم من الخبز وقت ما شاء. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. قام الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد يرافقه السفير علي محسن حميد سفير جمهورية اليمن بالقاهرة والوفد المرافق له بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. تابع الرئيس اليمني الأسبق عرضا عن المتحف وإنشائه والقطع الأثرية الفريدة المعروضة به والتي تروي حضارة تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة. كما حصل الرئيس اليمني الأسبق على كتيب المومياوات وعبر عن جزيل شكره وامتنانه لتلك الهدية القيمة. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية تلبية لدعوة الرئيس الصيني. واختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 22. وللمزيد ماسبيرو.ag. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.